أهلا وسهلا بكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة بخصوص تصريحات أبونا بولس حليم لعودة الكنائس مرة تانية، وأيضا تصريحاته بخصوص تجريد أحد الكهنة من رتبة الكهنوت. ياريت كلنا قبل ما نسمع موضوع النهاردة نشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان توصل لنا كل الفيديوهات الجديدة والحصرية للقناة. صرح أبونا بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قرار فتح الكنائس سوف يتم اتخاذه يوم 3 أغسطس حسب الموقف، وأنه من المرجح فتح الكنائس مرة تانية مع بدء صوم السيدة العذراء مريم، ولكن بإجراءات احترازية، وسوف يقتصر على القداسات مع استمرار توقف الأنشطة الكنسية. وطبعا كلنا في اشتياق لعودة الكنائس مرة تانية، ولكن حسب الموقف، ونحن جميعا نصلي إلى الله لرفع هذا الوباء. وأضاف أبونا بولس حليم إن هدف الكنيسة من البداية هو صحة الإنسان والخوف عليه، وإن البابا تواضروس كان دايما بيقول لا أحتمل ضرر أي شخص من شعب الكنيسة، وكان المهم هو الحفاظ على شعبنا القبطي وأيضا على جميع المصريين، ولذلك كانت قرارات تعليق الصلوات بالكنائس حتى يومنا هذا. مع إعطاء الحرية لكل إبروشية حسب ما يراه الأسقف في تقييم موقف إبروشيته. وأضاف أبونا بولس حليم أن عدد الوفيات 7 آباء من الكهنة والرهبان ومقرصة وخادم نتيجة لهذا الوباء، ونشكر الله أن الأوضاع حاليا في تحسن والوضع أصبح أفضل بكثير. الموضوع الثاني بخصوص تجريد أحد الكهنة وهو القمص رويس عزيز خليل سابقا، صرح أبونا بولس حليم بأن كلنا بشر وتحت الضعف، وطالما هناك توبة فباب التوبة مفتوح للجميع وأي شخص معرض للضعف وأيضا للخطأ حتى ولو كان كاهن، فالكنيسة تعلمت ذلك من الإنجيل، لازم نحتمل بعضنا البعض. ولكن عندما يكون الشخص في موقع المسؤولية الكنسية فالكنيسة تعطي له أكثر من فرصة للتوبة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم عقائدي خطأ أو أخطاء سلوكية أو أخطاء أخلاقية، هنا الكنيسة لابد أن تأخذ قرارها حتى لا يتورط أي شخص معه، ولابد من الإعلان للمجتمع أن هذا الشخص لم يعد كاهن حتى لا يستغل اسم الكنيسة في أي أخطاء مستقبلية. وفي جميع الأحوال فإن الكاهن المجرد من رتبة الكهنوت وابن الكنيسة كشخص طبيعي وليس ككاهن. ورسالة الكنيسة لكل قبطي أن هذا التجريد لا يضعف من الكنيسة أو الإيمان، بل بالعكس، لأن أي إنسان مهما كان معرض للخطأ. ربنا يقبل توبتنا جميعا ويعدي أيام غربتنا من هذا العالم بكل سلام. لو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا على لايك وتشيروا الفيديو لأصدقائكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة للقناة.